تقول ما الفرق بين الرؤية والحلم، وما هي الرؤية الصادقة الصالحة؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى ابن ماجه أنه قال: الرؤيا ثلاثة، منها أهاويل من الشيطان ليحسن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يراه النائم على ثلاثة أنواع، منها ما يكون حديثا للنفس مما يحدث في يومه وليلته ويتحدث به مع زملائه في عمله وفي داره وفي سوقه ومسجده، فما كان يتحدث به يراه في منامه. ومما يذكر في ذلك أن رجلا متطببا، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتاب الأذكية، أن رجلا متطببا كان يقلع أسنان الناس فكان يقول لهم: إنه لن يؤلمك هذا القلع ما لم تفكر أو ترى قردا. فلما يصبح المرء في نهاره كله يرى أو يفكر في هذا القرد فإنه يراه في منامه. إذن هذا هو الأمر الأول، ما يكون من حديث الناس وما يحدث للشخص في يقظته. النوع الثاني ما كان حلما من الشيطان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه: إني رأيت رأسي قد انقطع ويجري وأجري خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك، لا تخبر بتلاعب الشيطان بك. إذن الشيطان أحيانا يكون سببا لكثير من الأحلام التي يراها المرء. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن كثيرا من الرؤى إنما هي بقرب الشيطان من العبد، ويستدل على ذلك بما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك بابن آدم لمة. وغالبا ما تكون لمة الشيطان بابن آدم حينما يكون أبعد عن الله عز وجل، ويستدل على ذلك أيضا بأن غالبا ما تكون الرؤى من الشيطان حال بعد الشخص عن الله عز وجل، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا العبد المؤمن وفي رواية الصالح تخطئ، أو نحو ما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق الناس لهجة أصدقهم رؤيا. فأصدق الناس لهجة أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد عن الشيطان، فإن الشيطان يكون قريبا من أهل المعصية، قريبا من أهل الكذب. فالمقصود أن الشيطان رؤياه ما كان فيها تلاعب بابن آدم في صفتها، بحيث يكون فيها كقطع رأس أو رؤية بعض التهاويل ونحو ذلك، أو أن يكون فيها أو أن تكون الرؤية سببها بعد الشخص عن الله عز وجل وكثرة كذبه ونحو ذلك من المعاصي التي ذكرها أهل العلم. أيضا مما يتعلق بالحلم، ذكر بعض أهل العلم أن الحلم أحيانا يكون بسبب غلبة بعض أجزاء الصفراء أو الحمراء على كلام المتقدمين، وبعض المتأخرين هي يقول بسبب كثرة الأكل. فأحيانا هذه الأمور كما ذكر الشهاب العابر في كتابه البدر المنير أن سببها كثرة أكل نوع من الطعام، فيكون سببا لأضغاث أحلام فتكون من غلبة الصفراء أو السوداء أو غلبة الدم بحسب تعبيره المتقدم في اصطلاح الأول.